اهلا بحضراتكم مره تانية في برنامجكم التاسع. المذيع واحد من الناس باعتبره يعني اب كمان، يعني انه في جزء كبير جدا من مشكلتنا اللي كانت موجوده في مصر هي ان احنا مش عارفين نكتشف القدرات الحقيقيه بتاعه التلامذه بتاعه الولاد. يعني ده في جيلنا على سبيل المثال للحصر كنا نستاء جدا 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 من انه البعض من المدرسين، أنا هنا بقول بس البعض والتبعيض واجب، البعض من المدرسين كان يتعامل معانا باعتبارنا إن إحنا كائنات تافهة وما بنفهمش حاجة ومش عايزين وجع دماغ. أنا هنا أخص بالذكر مدرس الموسيقى اللي كان عندي في المدرسة. آه والله، كان اسمه عطية. فمستر عطية راجل تسبب والله العظيم ما بهزر في إن أنا لم أتقن العزف على أي آلة على الإطلاق. طبعا أنا طلعت ده في أن أنا بقيت مستمع نهم للموسيقى وأعتقد عندي ثقافة موسيقية لا بأس بيها، بس الراجل والله العظيم كان كاره حياته. يخش المدرسة عاوز يفضل قاعد في أوضة الموسيقى من غير ما يعمل حاجة، أي حد يخش يعمل ما فيش، ما مش وقته، البيانو بايظ، مع أنك عند أوضة موسيقى حلوة يعني، بايظ، أنا تعبان، أنا يخش أوضة حتى في حصة الموسيقى. الأخ عطية كان دايما مختفي، مش عارف هو فين دلوقتي يعني، ربنا يسامحه على اللي عمله في مجموعة كاملة يعني دفعات موجودة في المدرسة دمرها. طب ما احنا لازم نكتشف الولاد، ده جزء من مهمتك، مش عاجبك الشغلانة ما تمشي يا عم عطية، انت قاعد في المدرسة بتعمل ايه؟ طيب خلونا نشوف واحنا ازاي نقدر اصلا نكتشف المواهب والطاقات الموجودة عند ولادنا. احنا هنبدأ عند راسي، طب نكتشف ازاي؟ خلونا نرحب بضيوفنا داخل الاستوديو. يعني عاده نبدا من اليمين، ولكن بما انه في عندنا سيده فاضله فلازم الاول يبقى ليديز فيرست والا رقبتنا ممكن تطير. دكتور امال عبد المولى، استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك بجامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور. ازاي الصحه؟ منورانا يا فندم. دكتور عاصم عبد المجيد، استاذ علم النفس التربوي بكليه الدراسات العليا بجامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف وكل الساده المشاهدين. كله تمام؟ تمام الحمد لله. أنا يمكن هنا هستأذن، إحنا رحبنا الأول بدكتور أمال وهي صاحبة برنامج، مش ضيفة عزيزة لكن هي صاحبة برنامج. عايز أسألك يا دكتور عاصم، نعمل إيه حتى لا نقح في فخ الأستاذ عطية مدرس الموسيقى في مدرستي؟ طيب هو مبدئيا النقطة اللي حضرتك أشرت إليها نقطة مهمة جدا جدا جدا. يعني احنا دايما عندنا فعلا زي ما حضرتك بتقول عندنا طاقات كتيرة يمكن بتتولد وتموت ولم نكتشف القدرات اللي موجودة عندها. السبب في ده ان احنا ما بنتخذش يعني خطوات علميه وخطوات عمليه وجاده لاكتشاف الموهوبين يعني بصوره مخطط لها ومنظمه الحقيقه في المدارس بتاعتنا. يعني حتى لو تم اكتشاف الموهوبين فهو بيتم بطريقه يعني شخصيه الى حد كبير، يعني مش بطريقه منظمه. احنا عندنا الطالب او الطفل بيولد مزود باستعدادات اللي مسؤوليته بقى انه يحول الاستعدادات دي لقدرات البيئة دي اللي هي بتشترك فيها بالطبع الأسرة والمدرسة. فلو الطالب عنده استعدادات إنه يبقى مبدع في جانب من الجوانب وأهملت الأسرة تنمية هذه الاستعدادات واكتشافها والبحث عنها وتنميتها وتحويلها لقدرات، وبالتالي المدرسة أكملت نفس الدور، يبقى مش هيبقى عندي شخص مبدع. إنما هيبقى عندي شخص مبدع إذا نجحنا كأسرة متعاونة مع المدرسة في ان احنا نكتشف هذه الاستعدادات. الطالب ده او الطفل ده عنده استعدادات فائقه في اي مجال بالظبط، يعني هو عنده قدره لغويه مثلا فائقه، فده ممكن يتحول لكاتب وشاعر. بس لما البيئه بقى تدعم هذا التحول، يعني صح، توفر له بقى المصادر وتوفر له التدريب وتوفر له الاهتمام والتشجيع، فتتحول هذه الاستعدادات في المجال اللغوي مثلا الى شخص بقى شاعر او كاتب في المستقبل. شخص عنده برضو استعدادات في الذكاء الموسيقي والذكاء الإيقاعي عنده مرتفع، إذا اشتغلت المدرسة والأسرة على هذا الأمر هتنجح في أن هي تحول الاستعدادات دي لشخص موهوب وشخص مبدع في المستقبل في هذا المجال. يبقى احنا عندنا استعدادات متنوعة لكن قد يعني تشجعها الأسرة والمدرسة وتدعمها وتحولها لقدرات، وقد يموت هذا الطفل ولم تكتشف هذه الاستعدادات بعد. عشان كده النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ويتحط تحتها 100 خط، ولازم العمليات دي تتم بطريقة علمية ومنهجية ومنظمة
ومش تبقى متروكة ل يعني اجتهادات شخصية من المعلمين يدعموا الموهبة أو لا يدعموها. لازم يبقى في عندنا خطة واضحة ومحددة وعلى أسس علمية تبدأ من الاكتشاف ثم الرعاية والتنمية لدعم الموهوبين في مدارسنا. طيب أنا هنا يمكن برضو طالما أنا بدأت بمسألة تذكر لبعض من الذكريات المشوشة الغائمة اللي عندي من طفولتي مع السن بدأت تروح، هفتكر ثلاث مدرسين، اثنين مدرسين لغة عربية مستر طه ومستر خالد دراج، ومدرس التاريخ بتاعي مستر عوض. مستر عوض فرج فانوس، أنا حافظ اسمه الثلاثي، ربنا يا رب يديله الصحة إذا كان عايش ويرحمه يا رب رحمة واسعة إذا كان مش عايش في دنيانا. الاثنين بتوع العربي الأفاضل دول هم كان رأيهم أن أنا موهبة في اللغة العربية، بمعنى مخارج الألفاظ سليمة، أن بيعرف يكتب مواضيع التعبير كويس، فكانوا الحقيقة يهتموا بيا جدا جدا. ومستر عوض بتاع التاريخ ده كان يشرح لنا التاريخ بأسلوب شديد التشويق شديد الجاذبية، وأنا بحب التاريخ أو هو اكتشف أن أنا بحب التاريخ وليه واخده وراثة من أمي، فبقى يقعد معايا في وقت الفراغ يقعد يحكي. السؤال بقى، أنا كمدرس وأنا كأب وأم أكتشف إزاي موهبة الولد؟ وبداية الاكتشاف بتبقى فين؟ هل وأنا داخل الحضانة ولا قبلها؟ الأول المبدع أو الطفل المبدع اكتشافه بيبقى في البداية من خلال الأسرة، لأن ده الأساس اللي بيطلع بينه الأب والأم، احتوائهم للطفل ومعاملتهم أثناء التربية، إعطائه الثقة بنفسه، تربيته على أساس أنه يبقى له قرار في اختيار أشياء، وليكن مثلا الألعاب، لون اللبس اللي عايزه، حاجات بسيطة لكن بتنمي عنده القدرة على أنه يبقى مسؤول وصاحب قرار. فالأب والأم هم البداية اللي من خلالها بنقدر نحدد إذا كان الطفل عنده استعداد يبقى طفل مبدع أو لا، من خلال ملاحظتهم الجيدة ليه. الشخصية المبدعة بشكل عام أو الطفل المبدع بيبقى ليه مجموعة من الصفات اللي سهلة علينا إحنا كأباء وأمهات نكتشفها. بيبقى عنده فضول، كل الأطفال عندهم فضول في الأسئلة، لكن المبدع بيبقى أكثر شغف في الأسئلة وأكثر شغف في الفضول، كل حاجة يسأل عنها. بيبقى عنده طلاقة من الصغر، يعني بيبقى سنه صغير لكن طريقته في الكلام والتعبير عن المواقف والتعبير عن نفسه بيبقى فيها طلاقة أكثر. بيبقى عنده نظرة ثاقبة بأنه يقدر يحل المشاكل اللي بتقابله بأكثر من وسيلة. بيبقى عنده حاجة زي العصف الذهني، لما بنيجي نسأل ونشوقه في الأسئلة بيبقى عنده استجابات بشكل حاضر، يعني عنده حضور في الذهن، ذهنه حاضر باستمرار. فالطفل المبدع له كتير من العلامات، لو الأب والأم عندهم وعي تربوي جيد هيقدروا يكتشفوا الإبداع عند الطفل. وإحنا لما نتكلم عن الإبداع الأول نقول يعني إيه بمنتهى البساطة، الإبداع يعني خلق شيء مش موجود أو تحويل شيء من الخيال للواقع، بمعنى إن حاجة تبقى مستبعدها قوي وتبص تلاقيه طلع لك بيها، شيء مش ملوش علاقة بالآخر، مجموعة حاجات مش مرتبطة ببعض وطلع ما بينهم عامل مشترك وطلع منهم منتج أو طلع منهم رسمة فوق العادة، بيبقى حاجة خارقة. فبيبقى الطفل هنا عنده نوع من الخيال الواسع، ودي من ضمن الصفات المهمة جدا للإبداع بشكل عام. الطفل المبدع خياله واسع جدا، تبص تلاقيه بيقعد يتخيل أشياء ويحكي لنا قصص. فالأب والأم هنا هيكتشفوا هيكتشفوا من خلال الملاحظة زي ما قلنا الجيدة، من خلال التفاعل، من خلال أسلوب التربية نفسه داخل البيت. الأسرة المتسلطة الدكتاتوري الأب أو الأم، هنا بنموت الإبداع عند الطفل لو كان عنده الاستعداد. إنما لازم نديله مساحة من الحرية لأنه يتصرف زي ما اتفقنا، لازم نديله قدرة لأنه يعبر عن نفسه، كمان نديله فرصة ولو وقت زمني بسيط للعب الفوضوي. اللعب الفوضوي اللي هو بدون قيود، اللعب الفوضوي اللي هو بدون أهداف محددة أنا بحطها، لأن العشوائية والفوضوية بيطلع منها المبدع. فلازم أدي للطفل فرصة أنه يلعب بلا قيود. مش فترة. أنا سايب لك الألوان عشان ترسم شجرة، مين اللي قال لك تقعد تلخبط كده؟ بالظبط، لا ولون باللون الفلاني واعمل، لا اديله فرصة هو يختار اللون، هو يختار الشكل اللي عايز يرسمه. يبقى أنا هنا بطلع الإبداع من جواه. وفي نفس الوقت الطفل المبدع أو الطفل اللي عنده استعداد للطلاقة والإبداع بيبقى هو عنده نوع من الحب لكل شيء، بص تلاقيه كثير النهم للمعرفة. يحب يسأل ويحب يعرف ويحب يكلم الكبار الأكبر منه في العمر عشان يتعلم أكتر، وتلاقي أسئلته بلا نهاية. فهنا الأسرة ليها دور، لو كفت الطفل عن الأسئلة وما جاوبتش يبقى أنت كده بتعجزه،
بتاع الجزء ان هو ما يطلعش اكتر او تهب في الولد مش كفايه اسئله ولا ايه؟ طيب انا هستاذنكم هنروح لفاصل، الفاصل تحديدا هو عباره عن تقرير حول الادوات المدرسيه، وفي حاجه في الفاصل انا هبقى اسال عليها او بالادق انا هسال في حاجه متعلقه بمساله الادوات المدرسيه، ولكن انتظرونا مره تانية، خلونا هنكمل كلامنا مع دكتور عاصم ودكتور امال، ولكن بعد هذا التقرير حول العام الدراسي الجديد الادوات الدراسيه، ما تنساش تشتري الوان للعيال، مش هيحصل حاجه، مش دي اللي هتبوظ الميزانيه يعني. نكمل الكلام بعدين. كان زمان كان اقصى حاجه بنجيبها هي الزمزميه المقلمه، دلوقتي في زمزميه، في لانش بوكس، في كل حاجه، يعني كل حاجه زادت عن الاول كتير جدا. يعني الاسعار معقوله، في متناول كده وفي كده، انا بجيب على حاجات على قد يعني، كشاكير الكراريس، الجلاد اللي هم زي كل سنه والحاجات دي بس. طبعا مختلف، حتى الادوات اللي بيطلبوها في المدرسه اغلى، دي احنا حاجات بسيطه بنجيبها للاولاد، جايبه حاجات ب 1000 جنيه وكراريس اللي هو هيستخدمها في اول اسبوع لسه ما عرفش متطلباتهم. حتى الادوات اللي بيطلبوها المدرسين بيطلبوا مش ادوات عاديه، تحس ان ادوات ناس جايه من سفر من اعاره، احنا مش راجعين من المدرسه، مش عارفين اصلا ايه المدرسه طالباه، يعني هما بيكتبوا حاجات احنا مش عارفينها ولا طال مكتبات عارفينها، وحاسين انها ممكن تبقى ازيد بكتير قوي من الطالب ممكن يحتاجه في السنه. هو اكيد مش هيحتاج مثلا 10 اساتيك، مش هيحتاج مثلا 5 برايات. الادوات اللي الطالب نفسه بيستخدمها لا بتبقى عاديه، انما في حاجات المدرسه بتبقى طالباها بتبقى يعني بتبقى موحده لكل الطلبه، بتبقى محتاجه جمعيات على ما تيجي المدرسه تدخل، طبعا بتبقى ميزانيه ثانيه لوحدها. لا لا نفس الميزانيه، يعني مش فارقه كتير، يعني حاجات بسيطه، يعني هي علبه الالوان ب 10 جنيه مثلا، الكشكول ب 3 جنيه العادي، عشان هي بتبقى عندهم يعني حصه الوان، حصه رسم واحده في اليوم مثلا، فهي علبه الوان واحده مع كراسه رسم. بيبقى في طالب حابب ان هو يرسم، حابب رسم عموما يعني عن اي طفل تاني، يعني في اطفال عادي مش بتبقى حابه. أخص بالذكر مستر عماد ومستر جمال رادلف ومستر سمير محفوظ الله يرحمه، وميس سونيا ربنا يديها الصحة، ميس سونيا طبعا عشان لو سمعتني دلوقتي بقول ميس سونيا، ميس ايه يا ولد انا بقيت جدا تاكلنا يعني. بنحبهم، لسه كنت بحكي مع ضيوفنا الكرام، بنحبهم فعلا بنحبهم. كل الترحيب بضيوفنا الكرام، دكتور عاصم عبد المجيد استاذ علم النفس التربوي بكليه الدراسات العليا بجامعه القاهره، ايضا دكتور امال عبد المولى استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك بجامعه عين شمس. وهنا هروح لدكتور عاصم واتساءل على خلفيه التقرير اللي كنا بنعرضه وشراء الادوات المدرسيه، ساعات الاهل يقولوا ايه؟ مش وقته بقى، بلا ألوان بلا بتاع، إحنا عاوزين نركز في الدراسة حتى لو ما فيش أي أزمة مالية أو اقتصادية، نركز بقى في الدراسة. هل ده صح؟ ده يعني أكبر خطأ بترتكبه الأسرة. إحنا لسه كنا بنتكلم بنقول إن الناس ممكن أو الطفل يبقى مولود وعنده استعدادات والأسرة يعني ما تهتمش بالأمر ولا تولي أي رعاية، فيعني يتم طمس هذه الموهبة. الحياة مش معارف فقط، حتى المدرسة المفروض ان هي بتسعى لبناء شخصية متكاملة. الشخصية المتكاملة دي فيها جانب معرفي وفيها جانب وجداني وفيها جانب مهاري. الأسرة والمدرسة حتى في التقليدية يعني ما بتركزش الا على الجانب المعرفي، الطالب رايح يذاكر ويدخل بعد كده في امتحانات في آخر العام ويحصل على شهادة وهكذا. الجوانب الأخرى من شخصية الطفل، الجوانب الأخرى اللي ممكن الطفل يكون مبدع فيها ويكون متميز فيها، أين مكانها في عملية التعليم والتعلم؟ يعني الحاجة المهمة اللي لازم الأسرة والمدرسة تدركها إن رعاية مواهب الطفل، يعني لو موهوب هو في الرسم مثلا أو في أي جانب من الجوانب الفنية أو المهارية، في رياضة من الرياضات، أي موهبة ملاش علاقة بالتعليم خالص ولا بالمادة الدراسية، إذا أشبعت رغبات الطفل في هذه المواهب وتم تنميتها والمدرسة بقت حريصة ان هي تنمي له مواهبه وان هو يمارس هواياته المفضلة، وان هو المدرسة دي لما بيروحها بيشعر بالمتعة نتيجة ان هو بيمارس هوايات مفضلة بالنسبة له ومهاراته بتنمو، ده هينعكس على حب الطالب للمدرسة.
ودي احد عناصر الجذب اللي بتجذب الطالب للمدرسه اللي احنا دلوقتي بننادي بيها وعايزين الطالب يرجع تاني للمدرسه. ما هو هيرجع تاني للمدرسه ازاي؟ هيرجع تاني للمدرسه لما يكون المدرسه فيها انشطه بتشبع مهاراته وبتشبع هواياته وبتنمي قدراته، يبدا ان هو يحب المدرسه. لما الطالب يحب المدرسه يبقى رايح المدرسه وهو سعيد وفرحان ومبسوط. واحنا لما بنتكلم دلوقتي على احدث نظريات التعلم، نظريه التعلم المستند للدماغ يا دكتوره، نظريه التعلم المستند للدماغ بتقول ان التعلم لا يحدث الا في جو من التفاؤل والمرح والسعاده. يعني الكتالوج بتاع الدماغ كده، الدماغ ده عشان يدي لك اقصى طاقه عنده ويدي لك افضل ما عنده لازم تشتغل زي الكتالوج ما بيقول. الكتالوج بيقول ان الدماغ ده اجتماعي وان الدماغ ده بيشتغل في جو من التشجيع والتفاؤل. طب التشجيع والتفاؤل هيجي منين؟ هيجي لما نهتم بمهارات الطفل وهواياته ومواهبه. بيحب الرسم نوفر له الادوات اللي يرسم بيها، بيحب الرياضه نوفر له الملاعب اللي يلعب فيها، يروح المدرسه وهو سعيد وفرحان ومتفائل. هذا التفاؤل وهذه السعاده هتنعكس على الجانب المعرفي اللي احنا مركزين عليه وبندي له كل اهتمامنا، ده هيتنعكس عليه. يعني تحصيله حتى الاكاديمي هيرتفع لانه اصبح فيه بالنسبه له حاله جذابه داخل المدرسه، حاله من السعاده في جاذبيه، هو مبسوط ساتسفايد زي ما بيتقال. طب انا هنا يمكن عايز ارجع لدكتور امال عبد المولى، يمكن للاسف اقول واخيرا نعود الى دكتور امال عبد المولى لانه يمكن الوقت جري بينا بسرعه يعني. بس هنا بقى في حاجه مهمه، بعد ما نطلق عليه الطفل في بقى المرحله بتاعت مرحله المراهقه دي اعدادي وثانوي، فساعات تلاقي الولد او البنت بيقرر انه يمارس موهبه ما او هوايه ما وما كانش لي فيها خلال الست سنين الأولى ولا الثمان سنين الأولى، أولى حضانة تانية حضانة وست سنين ابتدائي. فساعات نلاقي ردود الفعل بتاعت الأب والأم من إمتى؟ بقولك إيه؟ ركز، أنت عندك إعدادية، ركز، أنت عندك ثانوية عامة. أنا أتعامل إزاي وفي نفس الوقت أضمن أنه بيذاكر واخد باله من أنه عنده الشهادة الإعدادية أو شهادة الثانوية العامة؟ هي دي برضو غلطة بيقع فيها الأباء والأمهات في الأسرة، إنهم بيكفوا كل الهوايات أو المواهب بتاعة الطفل فترة بتاعة التلميذ، يعني فترة الامتحانات. يعني لو كان مثلا بيشترك في لعبة رياضية يجي أيام الامتحانات يقول لك ما تروحش التمرينات. ليه؟ عشان ما تضيعش الوقت، ما تتفرجش على التلفزيون، يبقى هنا بنعمل له حالة إرهاب في البيت. ليه؟ عشان في امتحانات، فانت كده بتضغط عليه نفسي وبتوتره وفي نفس الوقت بتحرمه من الحاجات اللي ممكن تديله حاله من السلامه النفسيه والهدوء ويعمل فيها ريستارت لنفسه ويرجع تاني يذاكر بشكل. يعني ده مش تضييع وقت؟ لا مش تضييع وقت، بالعكس، هو لو قعد طول الوقت مكبوب على المذاكره يبقى هو هنا ممكن الدماغ بتجي لها وقت بتفصل عن المعلومه، والمعلومه بالتالي مهما قرا ومهما ضغط على نفسه مش هيستوعب. يبقى انا لازم اعمل فصل ما بين الاكاديمي وما بين المهام اللي عليه وادخل حاجه هو حاببها، زي مثلا لو رايح تمرين لا روح تمرين، العب لعبه رياضيه، لا شوف حاجه في التلفزيون لمده مثلا ربع ساعه، لا قوم غير مودك، خد شاور، اشرب حاجه، جدد، اعمل. فده محتاجينه جدا. فيجي الاب والام بيعملوا ارهاب وخصوصا في الثانويه العامه، ارهاب في البيت ويقفلوا كل حاجه ويقعدوا معزولين عن الجيران ومعزولين عن الأهل. الجملة الشهيرة احنا ثانوية عامة يعني معسكر، فانت هنا بترهب التلميذ. يعني هو حتى لو عنده جزء من التوتر انت بتزود التوتر، لو عنده جزء من القلق انت بتزود القلق. فاحنا بنناشد الأسر يا جماعة رفقا بالتلاميذ، رفقا بأبنائكم، ادوهم هم فرصة انهم يعتمدوا على نفسهم، يعتمد على نفسه في إدارة وقته، ان هو يعمل جدول لمذاكرته، يعتمد على نفسه في الراحة وانه يدي لنفسه بريك ولو ربع ساعة ما بين المادة والتانية أو ما بين العمل والآخر عشان يجدد نشاطه مرة تانية ويرجع بحالة أكتر يقظة وأكتر استيعاب من الحالة الأولى. فده خطأ مش عايزين نقع فيه، نتمنى ما نقعش فيه إن شاء الله. بس يعني كل أولياء الأمور يسمعوا يقول لك أيوة صح طبعا عندكم حق والله، زي الفل، مش حد بينفذ حاجة تقريبا إلا فيما ندر يعني بما فيهم أنا بصراحة، بس بنحاول نتغلب على اللي احنا نشأنا عليه برضو. ما احنا انا جيل نشأ على انه ثانوية عامة ده معسكر، مش هزار، الاوضة مليانة ملازم، حاجة تجيب اكتئاب بصراحة. على كل انا عايز اشكر حضراتكم جدا جدا جدا، نورتونا وشرفتونا في هذا اللقاء السريع، لكن الجايات كتير، عندنا عمد راسي حافل السنة دي، فإن شاء الله نتقابل مرة تانية. كل الشكر لدكتور عاصم عبد المجيد أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، كل الشكر لدكتور أمال عبد المولى استشاري الصحة النفسية والتعديل السلوك بجامعة عين شمس، شكرا جدا لحضراتكم.
أما إحنا بقى لو كلنا العمر فهنقابلكم بكرة إن شاء الله. كريم رمزي بالمناسبة مش موجود معنا النهاردة نظرا إلى ظرف طارئ، لكن موجود معنا بإذن الله الأسبوع الجاي، مش كده؟ الأسبوع ده كله مش موجود؟ كيمو ولا إيه؟ أكدوا معايا المعلومة. لا نسيوني. ها كريم معنا الأسبوع ده ولا لأ؟ غدا موجود بكرة. طب خلاص يا جماعة أنتوا خضتوني على الولد، كريم موجود معنا بكرة، وإحنا إن شاء الله لكن العمر موجودين معاكم بكرة. سلامات.